سنوات عجاف كشرت عن أنيابها ونهشت في جسد العراق. على ظهرها تبرعمت النكسات والأزمات والكوارث القاسية والتي فرضتها الأقدار فجعلت العراقيين في سواد حداد. فبعد المشاهد المكتظة بالحروب في الموصل ومناطق وسط العراق وتكللها بالنصر على الإرهاب ودحره وبزوغ شعاع أمل في إعادة إعمار المدن المحررة، حطت مصيبة نفوق الأسماك فوق رأس أغلب محافظات العراق من جنوبه إلى شماله، وخلفت خسائر مادية وبيئية فادحة. وما لبث العراق في التقاط أنفاسه حتى تبرعمت من دول جواره أزمة شح المياه، وظهر خطر الجفاف جليا في عموم محافظاته. اعتقد العراقيون أن لعنة السنوات أوشكت على الانتهاء حتى جاءت عبارة الموت في الموصل لتكون فاجعة العراق المؤلمة وانتهت بأكثر من 100 شهيد والبحث جار عن المفقودين. ومع السباق المحموم للنكسات والمصائب والفجائع وتحديدا الآن تسللت كارثة السيول والفيضانات وتسببت بإغراق قرى وأقضية ودمرت كل ما يقع في طريقها ولا تزال أقطارها قائمة. بلد تعايش مع سلسلة صعبة من المنعطفات الحادة، دم وخوف، غموض وأزمات، نكسات وكوارث، إهمال وفساد. فهل أدبرت السنوات العجافة عن العراق؟ أم أنه في انتظار مخاضات المزيد؟